عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. نثمن حرصك الكبير عزيزي الطالب من أجل مواصلة تعليمك الأكاديمي وتحقيق أهدافك المختلفة، وسنمهد لك الطريق لتصل إلى مستقبلك المنشود. التحق الآن بأحد البرامج التعليمية بالضغط على الرابط أدناه أو من خلال الموقع الإلكتروني smart.ust.edu واتباع الخطوات التالية: أدخل بياناتك الشخصية، ثم أدخل معلومات التواصل التي ستستخدمها عند الدخول إلى النظام بشكل دوري، أدخل آخر مؤهل دراسي حصلت عليه، ثم اختر التخصص الذي تريد التقديم عليه مع اختيار مكتب تقديم الطلب، وسيظهر لك النظام عدد الساعات المقررة لدراسة التخصص والرسوم الدراسية. نستطيع مساعدتك في اختيار التخصص المناسب لك بإجراء محادثة مع أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي، تجدها في أيقونة مساعد اختيار التخصص الذكي الموجودة على يسار الشاشة التالية، حيث سيقوم النظام بتوجيهك إلى صفحة المحادثة، وهناك يمكنك طرح الأسئلة التي تود معرفتها عن طبيعة التخصص والمقررات والفرص الوظيفية لعمل مقاصة. قم بتحديد هذا الخيار، وستظهر لك حقول إدخال البيانات الدراسية السابقة من خلال أيقونة بيانات أكاديمية. سيتوجب عليك بعد ذلك رفع صورة من سجل الدرجات بصيغة JPG أو ملف PDF بدقة عالية الجودة. في شاشة رفع الوثائق، قم برفع الوثائق المطلوبة منك كما هو ظاهر أمامك في الشاشة. ستظهر لك في الصفحة التالية البيانات التي أدخلتها، قم بالتأكد منها، ثم انقر على زر طلب التحاق، ثم انقر على أنا لست روبوت بوضع علامة صح هنا، وسيتم إرسال رابط تفعيل حسابك إلى البريد الإلكتروني المدخل من قبلك. توجه إلى بريدك الإلكتروني وستجد رابط التفعيل هناك، قم بالنقر عليه وتأكد من أن النظام قام بتوجيهك إلى نظام التسجيل، وتأكد أيضاً من ظهور رسالة تم تفعيل حسابك. إذا لم يصلك رابط التفعيل أو لم يقم النظام بتفعيل حسابك، قم بإدخال بريدك الإلكتروني وكلمة السر في صفحة التسجيل هنا، وسيظهر لك رابط تفعيل الحساب مجدداً. انقر عليه، ثم قم بإدخال بريدك الإلكتروني من جديد، وسيقوم النظام بإرسال رابط التفعيل إلى بريدك الإلكتروني مرة أخرى. تفقد حسابك بشكل دوري للتأكد مما لو طلب منك تعديل البيانات أو رفع مرفقات جديدة. عندئذ سيتيح لك النظام خيار التعديل أو رفع وثائق جديدة، وستتم الموافقة على طلبك بعد فحصه للتأكد من استيفاء البيانات المطلوبة. عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. تعلم أينما تكون.